انا بقول لك، انا بقول لك هذا الكلام، وهذا الكلام هو الحقيقه. سيبك بقى من التفاسير بتاعتنا، وخلي ايه لما يحين يوم 12 واحد. اصل استحاله اذا كهرباء، انا يعني جاي اتضمن معاك يا استاذ محمد ومش مديني فرصه لا اتكلم. يوم 11 يا بص انا جاي اقف معاك اذا 11 يناير كهرباء اتحكم عليه 6 شهور يبقى بليغ عنده حق وعزمه يا عم على لا واختن... طب لا طب طب والموضوع اللي واذا هو دفع الغرامه كامله، واذا دفع الغرامه الكامله من حقه ياخد العزومه. اذا لعب بقى 12 11 بس اذا بقى وقصد بقى وانا تاكدي يصل لنسبه 3000%. اقسم بالله بقره حلوب. انا موافق. انا موافق. مشويه. هتقولي يا جماعه تصريحات المحامي الاستاذ بليغ استند اليها. اهو. يلا يا ابني عشان خلاص الصحه ما بقتش ماشي. لا ده امتى يا فندم ده؟ ده حالا. لا يا فندم ما قالش كده. ده محامي كهرباء سنقوم بتسديد الغرامه مناصفه للنادي البرتغالي. هات لي هات لي هات لي متن الكلام، هات لي متن الخبر. اللي هو النهارده كان فيه تصريحات تلفزيونيه. اضاف هناك جزء من الغرامه على كهرباء والجزء الاخر على النادي البرتغالي، الغرامه 2,400,000 دولار مناصفه كهرباء وعلى النادي البرتغالي. واختتم كهرباء يتدرب مع الاهلي والامور جيده وسيلعب كره خلال ايام وستنتهي ازمته، ولو النادي البرتغالي لم يدفع نصف الغرامه سيكون هناك حديث اخر سنقوله، ولا اعلم اذا كان كهربا قد تحدث مع الزمالك على تخصيص الغرامه. ده قديم بدليل ان هو مش متكلم فيه على اي حاجه تخص اللي هي الفقره الاولى اللي هو متعلقه بالايقاف. انا هقول لك الجديد هطلعه لك بتاريخ على اليوم حاجة. السابع اهو النهارده يا راجل اكد على يا باشا اللوائح ان هو بيتكلم على يوم 11 يا صديقي المقصود في ده يا صديقي هطلعه لك بالتاريخ. انا راجل احب ايه؟ انا بقول لك اهو التصريح ده قديم مش مهم. هات اليوم السابع، هات اي تصريحات اللي هو اللي دلوقتي اللي قالها في احد البرامج التلفزيونيه هتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك ده. طب احنا 12 واحد قريب. لا انا بقول لك على ان هو المحامي النهارده جزم قال لك الكهرباء ملزم بسداد الغرامه كامله. يا فندم مش انا بقول لك خلاص؟ طب هذا التصريح مش انا حسمناها؟ فين التصريح؟ ما انا بعت اجيبه. قال لك مش انا حسمناها يا بليغ؟ خلاص خلينا يوم 12 11 نشوف. عموما اذا دفع الغرامه كامله ليك يا عم عزومه بذمتك. انا عشان بس اذا يوم اذا يوم 11 1 اتحكم عليه 6 شهور تاني لعزومه بذمتي، لكن اذا لم يحدث ذلك يا بلي انا مش هكتفي بالتيس. انا هاخد بص انا حظير التيوس. طب اقول لك انا همشي اعزم الناس اللي ماشيه في الشارع مش دول بس. بص استاذ محمد وعد مني ووعد مني واصدقاء وعارف كتير. طب انا هجيب لك الفيوم كلها ووعد مني لو لو كهرباء انا مش على الموقف. استنى بس انت عندك بنتين يا ابني. ووعد مني ووعد مني لو انه كهرباء ما دفعش الغرامه كامله زي ما انا قلت انا وتجيب لي تصريح من مدينه الانتاج الاعلامي انا هدخل هنا البار زي ما تقولوا تتذبح هنا قدام باب القناه. ماشي انت عارف بقى بكام دلوقتي؟ انا انا بقول لك وعد مني ده عدت ال 40,000 صورها وحضرتك. انا بقول لك لان انا واثق فيك يا بليغ ما تتهورش على الهوا. انا النهارده جاي بس باعلن تضامني معاك. مفيش تضامن بقى يا استاذ محمد. انا النهارده ما انت بتقرا انت بتقرا حتى الترجمه مش بعد. لا لا ليه الترجمه على ما هو سبق انت بتفرض على انا بقرا لك نفس الراجل قال لك مناصفه. يا جماعه لحظه ما حصل ما قالش فرضان نفس الماده يا استاذ محمد. ما هو ماشي اللي على الاثبات بس هو القصد بيها ما سبق. وانا ما قلتش بتكلم على انه لا لا انا بقول لك على اللي حصل يتحكم على اساس ايه. ما انا نفس الكلام معاك. انا بقول لك على اتفق لانه ده اللي حكم هنا المحكمه الرياضيه والراجل النهارده اعترف. المحامي والمحكمه مش هتحكم المحكمه مش هتحكم على قرار بالاعدام. طب النهارده ايه فايده الجواب ده يا استاذ محمد؟ اللي هو ايه؟ ايه الغرض من الجواب؟ لا ده تفسير. ده الراجل ليه بيقول ايه؟ هو عارف ان العقوبه هتنتهي 11 يناير. ما انا هقول لك ايه؟ ده النهارده الراجل النهارده بيقول للفيفا خد بالك اوعى تنسى غرامه كهرباء. لا بالعكس هو المحامي لا هو المحامي إيه هو الجانب بتاع المحامي إيه الهدف عايز ياخد كلمه واضحه وصريحه انه يوم 11 ان اللاعب من حقه انه يلعب بعد يوم 11 لحين لحين الموضوع اذا ما دفعش روح الانضباط. فين النص اللي جه في استحاله قال له كده قال له ايقافه يخلص 11 يناير بس قال له انا بقول لك يا كابتن ايقافك يوم 11 يناير معناه ايه؟ ينتهي لا ينتهي استحاله الاهلي عدم سداد الغرامه هيتجدد استحاله الاهلي يلعبه وهو عليه كان بيقول لك تلجا للانضباط. ما قالش فين انت قالك المتضرر انت بتحكي على الماده اللي هي احنا انت هو اللي بعتها له مش انا اللي بقولها. طب ما يا فندم قالك في ثلاث فترات كده يعني ممكن ما هو قال ينطبق طب هسالك سؤال تاني. ما قال له اذا ما سددش واللي خلص ينطبق عليه الشروط التاليه واداله البنود اللائحه ماشي